السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على العطشان الغريب، السلام عليك يا خامس أصحاب الكساء، السلام على المغسلين بالدماء، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء وأقل الفداء يا قتيل العداء ومسلوب العمامة والرداء. أوبعدما ابيض القذال وشاب أصبو لوصل الغيد أو أتصاب، هبني صبوت فمن يعيد غوانيا يحسب نبازي المشيب. غرابا هبني صبوت فمن يعيد غوانيا يحسب نبازي المشيب. شهابا والغيد مثل النجم يطلع في الدجى، فإذا تبلج ضوء صبح غابا لا يبعدن وإن تغير مألف، بالجمع كان يؤلف أحبابا ولقد وقفت فما وقفنا مدامعي، ولقد وقفت فما وقفنا مدامعي في دار زينب بل وقفنا ربابا. ذكرت حين رأيتها مهجورة فيها الغراب يردد التنعابا، أبيات آل محمد لما سرى عنها ابن فاطمة فعدنا يا بابا، ونحى العراق بفتية من غالب كل تراه المدرك الغلاب، إلا قوض ضعون من المدينة وسافر حسين خايف من خلف محمد وام الابن، وحالة محمد يا خلق تشجي الأعادي
مشقوق جيبه ويلطم الهامه وينادي يا حسين ريض بالضعن ذايب افادي. وكل ما تلوم الناس يصفي جراح ليده من الوجد نشفت دمعته وكل ما نهض طاح وكل ما يسلون جذب وناته صاح انا لحد يسليني ترى من الاخرة كلكم ما تدرون بمصاب يا مسلمي هاللي يسوقون الضعاين هالنشام قلبي ما هو باني عليهم بالسلام ليش يا محمد قال خايف يرد هالضعين بس نسوى ويتا يا حسين ريض بالضعين يا قرة العين يا حسين سلطان البلد لا عزة لا عز ميشي تطلع الناس تشيع وتسرج وتسرج على الخير وانت وانت يا سلطان المدينة تطلع بليل يا حسين ريض بالضعن يا قرة العين ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا لأجل سلامة إمامنا صاحب العصر والزمان بقية الله الأعظم ولتعجيل فرجه الشريف. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. من أروع الدروس التي تستفاد من ثورة الحسين سلام الله عليه درس السكينة وطمأنينة القلب. جسد الحسين سلام الله عليه طمأنينة القلب خير تجسيد في أوج فورة المصاب وفي أوج حرارة الابتلاء وقف الحسين سلام الله عليه مطمئنا ساكنا. حالة السكينة وطمأنينة القلب عبر عنها بعض الرواة التي عاشها الحسين سلام الله عليه عبر عنها بعض الرواة تعابير مختلفة. واحد من هذه التعابير
كلما نزل به البلاء ازداد وجهه إشراقا. هذه الطمأنينة كيف نحصل عليها؟ وما أحوج الإنسان المعاصر إلى سكينة القلب وطمأنينة الروح، لأن هذا العصر كما يسميه بعض الكتاب عصر الاضطراب والقلق، لا يكاد الإنسان يشعر بالراحة النفسانية ولا يكاد الإنسان المعاصر يشعر بطمأنينة القلب وسكينة الروح. فكيف يحصل الإنسان على الطمأنينة؟ ما هي العوامل التي تجلب للإنسان طمأنينة القلب سكينة الروح؟ قبل أن أتعرض إلى العوامل، ولعل الوقت لا يتسع لذكرها، لابد من بيان المقصود من السكينة والطمأنينة. نلتقي في النصوص الشريفة، نلتقي في القرآن الكريم، نلتقي في الروايات المروية عن أهل البيت سلام الله عليه بمفهوم السكينة. فما المقصود منه؟ طمأنينة القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. شوف هاي الطمأنينة، أي نوع من الطمأنينة؟ لعل المستمع الكريم يسأل: وهل هناك أنواع للطمأنينة؟ نعم، الجواب نعم، هناك ستة أنواع للطمأنينة. اثنان منها طمأنينة زائفة، أربعة منها طمأنينة حقيقية، ولكن اثنان من هذه الأربعة هي الطمأنينة المرادة، هي الطمأنينة والسكينة الروح التي نجدها في ساحة الحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء. ما هي هذه الأنواع؟ النوع الأول من أنواع السكينة وطمأنينة القلب يصطلح عليه بسكينة الجاهلين، طبعا التقسيم بحسب المنشأ، يعني منشأ هذه السكينة الجهل. أمثل بمثال حسي بسيط يقرب الفكرة إلى الذهن. شايفين أجلكم الله الخروف؟ إذا وفر له المأكل والمأوى فإنه يربض ساكنا على الأرض مستقرا، هذه يسموها سكينة الخراف، سكينة الجهل. هناك وللأسف الشديد شريحة من الناس تبحث عن هذا النوع من السكينة، تتصور بأنه السكينة وطمأنينة القلب تتحقق إذا وجد الإنسان المأكل، المشرب، الملبس، المأوى فقط، هاي الأمور المادية. لا، هذا اشتباه، اشتباه يقع فيه بعض الناس حينما يطلبون طمأنينة القلب والاستقرار الروحي فقط وفقط من خلال البحث عن الأمور المادية. التقيت بأحد التجار الكبار في إحدى البلدان إسلامي، فخاض حديث، خضنا حديث، فقال لي شاهد ولا، يقول: شيخنا، أنا أمتلك من المال ما أعيش به 10 أجيال من أحفادي، لكن ومع ذلك لا أشعر بطمأنينة، ما أشعر براحة نفسانية، أستطيع أن أشتري أي شيء أريد، أريد مسكن، أريد
مركبة، أريد كذا، أستطيع أشتري، لكنني أبحث عن سكينة نفسانية وراحة بال لم أجده بعد. إذن هذا النوع من السكينة، هذا النوع من الطمأنينة هي الطمأنينة الجاهلين. ما يقول الإنسان ما يبحث عن المسكن، ما يبحث عن المشرب والمأكل، هذه توفر الراحة للإنسان بطبيعة الحال، لكن الطمأنينة التي تجعل الإنسان مستقرا مطمئنا وهو يواجه صعوبات هذه الحياة ليس هذا النوع. النوع الثاني يصطلح عليه بسكينة الغافلين. أحيانا المنشأ مو جهل، أحيانا المنشأ غفلة. الإنسان تارة يكون جاهلا وأخرى يكون غافلا. البعض يغفل ويتغافل بعد وبس يغفل. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يتحدث في نهج البلاغة كما ذكر الشريف الرضي في مقطع من خطبة من خطبه الرائعة، يبين هذا الصنف، يقول كالبهيمة المربوطة هم أو كالمرسلة همها علفها أو كالمرسلة شغلها تقممها، تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها. تكترش من أعلاف يعني تملأ كرشتها، تملأ باطنها، لكن تغفل عما يراد بها. يراد بها ماذا؟ الذبح. هذا النوع من السكينة أيضا مرفوض. النوع الثالث من أنواع السكينة يصطلح عليه بالسكينة الفكرية، منشأه الدليل والبرهان. أحيانا نفس الإنسان تشعر بالاضطراب والقلق نتيجة عدم امتلاك الدليل والبرهان. بعد لم يقف هذا الإنسان على حقيقة الأمر، بالتالي يشعر بالاضطراب والقلق، لكنه بمجرد أن يقف على الدليل والبرهان ويعرف حقيقة الأمر تستقر نفسه. مثال سابقا كما يقولون حينما تحصل ظاهرة الخسوف أو الكسوف البعض يصاب بالاضطراب والخوف الشديد سابقا. ليش؟ لأنهم ما يعرفون حقيقة هذه الظاهرة، لم يقفوا على دليل وبرهان يوقفهم على حقيقة هذه الظاهرة. لكن بعد أن اكتشف العلماء حقيقة هذه الظاهرة، اليوم تحصل ظاهرة الخسوف والكسوف والناس تضحك. هذه سكينة منشأها العقل. ليش بعض العلماء شوفه في اضطراب في قلق مهموم مغموم حينما يبحث عن مسألة، لكن بمجرد أن يقف على الدليل والبرهان القاطع على تلك المسألة يشعر براحة نفسانية غريبة. هي الراحة، هي الطمأنينة العقلية التي يجلبها العقل للإنسان. يقولون واحد من العلماء كان مشغول بمسألة علمية، أيام وليالي يفكر في تلك المسألة لم يهتدي إلى حل. في ليلة من الليالي بعد منتصف الليل وإذا به يهتدي إلى حل تلك المسألة. يقول من شدة فرحته خرج إلى فناء الدار وأخذ ينادي في جوف الليل والناس نيام، أين الملوك وأصحاب الملوك عن هذه اللذة؟ شوف راحة يشعر، هذه الراحة منشأها العقل. هذا النوع الثالث. النوع الرابع من أنواع السكينة نصطلح عليه بالسكينة الأخلاقية.
ما المقصود بالسكينة الأخلاقية؟ شوفوا لما نتأمل نجد أن اضطراب الإنسان في كثير من الأحيان منشأه الإصابة بمرض من الأمراض الأخلاقية. يصاب مثلا بالحرص، يصاب بالحسد، يصاب بالطمع، يصاب بسوء الظن. شيء طبيعي، هذه الأمراض الأخلاقية تقوض الراحة النفسانية. الحسود يشعر براحة؟ أبدا. الحريص يشعر براحة؟ أبدا. هذه الأمراض الأخلاقية متى ما أصيب بها الإنسان قوضت الراحة والطمأنينة القلبية. فمن أراد أن يشعر بالراحة والطمأنينة القلبية عليه أن يتخلص من هذه الأمراض الأخلاقية. فإذا تخلص منها حينئذ يشعر بالراحة. إذن منشأ هذه الطمأنينة التحلي بالأخلاق الحميدة والتخلص عن الأخلاق الذميمة. متى ما تخلص الإنسان من هذه الأخلاق التي تسبب له الاضطراب والقلق وتحلى بالأخلاق الحميدة، حينئذ تجده مطمئنا مستقرا. هذا النوع الرابع من أنواع السكينة. النوع الخامس، نصطلح عليه بسكينة العارفين. منشأه المعرفة، ولكن أي معرفة؟ معرفة الله عز وجل. إذا عاش الإنسان معرفة الله عز وجل حتما تستقر نفسه، حتما تطمئن نفسه، حتى وإن اضطربت الدنيا من حوله. سكينة العارفين، لكن أي معرفة؟ مو المعرفة النظرية، المعرفة القلبية. شوف الناس أحيانا تصور حينما نتحدث عن معرفة الله المعرفة النظرية، لا، قد تقف على إنسان يستطيع أن يطرح لك عشرات الأدلة على وجود الله عز وجل، ولكنه لا يعيش حقيقة المعرفة لله. وقد تقف على إنسان بسيط، أمي، لا يستطيع أن يأتيك ببرهان واحد على وجود الله، ولكنه يعيش المعرفة الحق لله عز وجل. ليش؟ لأن المعرفة إحساس داخلي. المعرفة تملأ قلب هذا الإنسان، روح هذا الإنسان. أقرب الفكرة إلى الذهن من خلال قصة لطيفة جدا لعل بعضكم سمع بها. يقول واحد من العلماء: سافرت إلى بلد من البلدان الإسلامية، في ذلك البلاد احتجت إلى الانتقال إلى منطقة تبعد ما يقارب ساعة ونصف بواسطة الباص. فارتقيت الباص، تحرك الباص. لما صرنا قريبين من تلك المنطقة المستهدفة، كلها ربع ساعة نوصل، مررنا على حقل قمح. حقل قمح للتو قد حصد. فأوقف السائق الباص ونزل مسرعا إلى ساقية ماء كانت هناك، توضأ وصف قدميه وصلى لله ركعتين، ثم جاء مسرعا ارتقى السيارة وواصل المسير. كل هذا العالم، أنا أصابني الفضول، الوقت مو وقت صلاة. جئت إليه سألته: ما هذه الصلاة؟ الوقت ليس وقت صلاة. وما الذي حداك إلى تأخير المسافر؟ كلها ربع ساعة نصل إلى المنطقة وتصلي ما شئت. يقول فابتسم. الرجل كان في أواخر الخمسينات من عمره، ابتسم، قال: إن لي قصة سأحدثك بها. يقول: أعلم أنا كنت في أيام شبابي غير متدين، لا أصلي ولا أصوم ولا أحج ولا آتي بأي فريضة من الفرائض، أصلا في واد غير واد الدين والتدين. كنت مشغولا بجمع المال من حلاله وحرامه. يوم من الأيام خرجت بسيارتي الخاصة، مررت بهذا الطريق،
وصلت إلى هذا المكان، احتجت لقضاء الحاجة، ركنت السيارة على طرف الطريق ونزلت مسلما، قضيت حاجتي رجعت إلى السيارة. يقول وأنا في طريقي إلى السيارة لفتت انتباهي نحلة أخذت حبة قمح من الأرض وطارت. يقول أنا وقفت أنظر إليها، ماذا تصنع هذه النحلة؟ النحلة مو مثل النملة تجمع طعامها، ماذا تصنع بحبة القمح هذه؟ يقول أخذت أراقبها، ماذا تصنع بها؟ جاءت إلى شجرة، يقول نظرت أسفل الشجرة شفت عصفورة ميتة، أعلى الشجرة هناك عش فيها عصفوران صغيران. اقتربت النحلة منهما سمع أزيزها فتحا فميهما فوضعت حبة القمح في فم واحد منهما وطارت وجلبت أخرى إلى الثاني. يقول هذا المشهد هزني من الأعماق، انفجرت بالبكاء، أخذت أخاطب الله عز وجل: إلهي اعذرني، أنا كنت غافل، كنت حريص على جمع المال من حلاله وحرامه، إلهي وسيدي ومولاي أرجو منك أن تقبل توبتي. يقول أخذت أخاطب نفسي، أخاطب هذه النفس، أقول لها: أتخافين على رزقك والرزق على الله؟ الله الذي لم ينس هذين العصفورين ينساك. يقول بدأت أبكي 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 أبكي، رجعت إلى الدار وأنا أبكي، وتبت إلى الله عز وجل توبة نصوحة. يقول منذ ذلك اليوم وإلى اليوم وأنا ولله الحمد محافظ على الفرائض جميعا، لكن كلما مررت على هذا الطريق وصلت إلى هذا المكان نزلت وصليت ركعتين شكر لله عز وجل على الهداية. لاحظ شاهدنا هنا، لاحظوا شوفوا هذا الإنسان، هذا الإحساس الذي عاشه هذا الرجل هو معرفة الله. معرفة الله مو في الذهن فقط، هذا الإحساس، شعر حينئذ بأن الله عز وجل هو الرازق، هو المهيمن، هو الحاكم، هو السلطان على عالم الوجود. شوف هذا الإحساس متى ما استشعره الإنسان فهو يعيش معرفة الله. العارف، الإنسان العارف بالله يعيش مثل هذه الأمور بقلبه، بكيانه، بروحه، ولذلك حتى لو أصابته المصائب ما تزلزله المصائب، ما تحرك فيه شيء أصلا. شوفوا إذا راجعتم سيرة الحسين سلام الله عليه وكتب التاريخ، انظروا إلى حالات أصحابه. الآن خلونا من الحسين، الحسين مو هذا النوع من الطمأنينة عنده، لا، النوع السادس. إذا تلاحظون أصحاب الحسين سلام الله عليهم تجدونهم يعيشون مثل هاي الطمأنينة، يوم عاشوراء، قتل، قتال، الدماء تسفك، أيدي وأرجل تطير، ومع ذلك تجدهم يعيشون حالة السكينة والراحة النفسانية لأنهم يعرفون الله عز وجل، لأنه يعيشون المعرفة، المعرفة الحقيقية القلبية بأن المآل بعد الموت إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذا النوع الخامس من أنواع السكينة. أما النوع السادس من أنواع السكينة وطمأنينة القلب فنصطلح عليه بسكينة العاشقين. هذا النوع لا يعلمه إلا من ذاق حلاوته. الحسين سلام الله عليه عاش مثل هذا النوع، هيام عشق. تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. سكينة العاشقين، ذوبان الكامل. خلنا نتنزل شوي، نعطي نموذج آخر، مو الحسين، ننزل شوي.
العقيلة زينب سلام الله عليها. تعال شوف حالات هذه المرأة يوم عاشوراء، ترى العجب العجاب. امرأة مرأة مرأة لكنها تقف عند البلاء والمصيبة كالجبل الراسخ. الله أكبر، لله درك يا زينب. وقفت على جسد أخيها الحسن. شوف المنظر، ترى مو منظر طبيعي، مو منظر مألوف، مو منظر بسيط. احنا فقط نسمع هذا المشهد أو نقرأه، لكن حينما نتصور وندقق نشوف موقف عظيم. امرأة تقف على جسد أحب الناس وأعز الناس على قلبها، وتشوفه بأي حالة، بأي حالة تشوفه بالأراس، الدماء تشخب من أوداجه، مقطع إربا إربا. هذه المرأة تقف على مثل هذا المشهد. شوف أنا أؤكد لكم، حتى المؤمن الجلد لو يقف على مثل هذا المشهد يتزلزل، يفقد حالة التوازن. وهذا شيء طبيعي، شيء طبيعي الإنسان يفقد حالة التوازن في مثل هذه المواقف. لكن هذه المرأة شوفوا شلون عشق الله عز وجل التي كانت تعيشه. تقدمت نحو أخيها، وضعت يديها تحت ظهره، رمقت بوجهها إلى السماء، قالت: اللهم تقبل منا هذا القربان. رحمة الله عليك يا سيد باقر الهندي، يقول: سلام على الحوراء ما بقي الدهر، وما أشرقت شمس وما طلع البدر، سلام على القلب الكبير وصبره، بما قد جرت حزنا له الأدمع الحمر، جرى ما جرى في كربلاء وعينها ترى ما جرى مما يذوب له الصخر، لقد أبصرت جسم الحسين موزعا، فجاءت بصبر دونه يعظم الصبر، رأته ونادت: يا ابن أمي ووالدي، لك القتل مكتوب ولي كتب الأسر. هذه سكينة العاشقين. سلام الله عليك يا زينب، هذه هي السكينة التي جسدها الحسين سلام الله عليه، هاي السكينة، هاي الطمأنينة التي جسدها الحسين. وأما عوامل، العوامل التي تجلب للإنسان سكينة العارفين أو سكينة العاشقين، يأتي عليها الحديث إن شاء الله تعالى. أتحول إلى السيرة. الحسين سلام الله عليه بعد أن خرج من دار الوليد، يقول الراوي: توجه إلى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله. شوف القبر هذا ملجأ، القبر هذا حصن يلوذ به المهموم، وكل قبورهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذا عندك هم غم فاقصد تلك القبور. ما زاره مهموم إلا نفس الله همه. لجأ الحسين إلى ذلك القبر، وقف على ذلك القبر، رش القبر بدموع عينيه، وأخذ يشكو لجده حال هذه الأمة. رحمة الله عليك يا شيخ حسن الدمستان، يصور هذا المشهد بأبياته الرائعة في ملحمته الخالدة، يقول: لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى، لا إذا بالقبة النوراء يشكو أسفا قائلا يا جد. وانت تقرأ وياي وانت تشوف الحسين بقلبك، قائلا يا جد رسم الصبر
من قلبي عفا ببلاء أنقض الظهر وأوهى المنكب ضمني عندك يا جد. بارك الله بكم. اقرأ اقرأ حتى تحصل على ثواب القراءة، مو فقط ثواب البكاء، ثواب البكاء وثواب القراءة. ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدك. جد صفو العيش من بعدك بالإكدار شيح، وأشاب الهم راسي قبل أبال. اش سوت شكاية الحسين في رسول الله؟ فعلى من داخل القبر بكاء، ونحيب هذا النداء لك أيها المؤمن، ونداء بافتجاع يا حبيبي، ونداء بافتجاع يا حبيبي، أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل بالذي قد أقبل، فاتخذ ذرعين من حزم وصبر سابغ. ها مستعد لهذا المقطع؟ لابد يستعد قلبك لهذا المقطع، لأن هذا المقطع يحتاج إلى جلد، يحتاج إلى صبر. قلب المؤمن ما يتحمل يسمع هذا المقطع إلا مرة واحدة فقط يوم عاشوراء. ستذوق الموت ظلما ظاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا، وكأني بلئيم الأوس. اعذروني هذا البيت أقرأه يوم عاشوراء فقط، هذا البيت ما يقرأ إلا يوم عاشوراء، يوم واحد في السنة فقط، لكن راح أقرأ مقطع واحد. وكأني بلئيم الأصل شمرت، قد على صدرك الطهور. بعد يا رسول الله قال: وكأني بالأيام من بناتي تستغي، سغبا تستعطف القوم وقد عز المغي، قد برى أجسادهن الضار والسير الحذر، بينها السجاد في الأصفاد مغلول اليد. أين المنادي وحسين؟ رجع بأبيه وأمي إلى الدار، أمر بتهيئة المحامل، أمر أبا الفضل العباس وإخوته وفتيان بني هاشم: هيئوا المحامل وركبوا النساء فيها. وصار كل واحد من فتيان بني هاشم يركب بعض النساء. تقدم علي الأكبر، ساق أمه ليلى، أصعدها على ظهر الناقة في المحمل. قدم القاسم يقود أمه رملة، أصعدها أركبها. صار كل واحدة من بنات بني هاشم تمشي بعزة وهيبة وجلالة وتصعد في المصعد، تصعد في البحر. لكن أكو امرأة تأخرت، ما طلعت،
تنتظر من هو اللي يروح يجيب زينب؟ من هو اللي يأخذ بيدها ويصعدها على ظهر الناقل؟ التفت الحسين إلى أخيه أبا الفاضل: قم قم وأتي بأختنا زينب، قم وركب أختنا زينب في محملها. يومي الذي راعي الشيا، بارك الله بكم، هاي الأبيات محفوظة عندكم ولا تقصر يا عمي، لا تقصر. شوف هاي الصرخة الإمام الصادق يدعو لصاحبها: رحم الله تلك الصرخة التي كانت لأجلنا. يومي الذي راعي الشيا أنواي شيا الدرا جابي المحامل الحارة، وكل فرد وجه حديل قبل عد زينب مبتسية. عباس راع الماء قال لها: يا ظنوت علي قومي نروح الكرب. قالت لأخويا: ما أحملي يا هو الذي يتكف. قال لها: عيناك يبشري أمرك نود نتمثل كل ساعة. عباس نزل محمل الحب صد ليل حسين وناشده: شنهينا زيلتك بيل. قال لي: يا اخويا نزلتي تدري بخوت ممده ما تحمل الذل والهضم، ربيت على العزول. لكن خلي نخاطب ابو فاضل، خلي نخاطب العباس، قل ليتك يا عباس تحضر. ليتك يا عباس تحضر يوم طلعت من كربلاء. تقول يا حاد الظعن: عباس مر بيه مر بيه، مالي قلب امشي وخلي. انا من وين ابو فاضل اجيبه وراوي حال اخت الغريبه؟ اي وراوي حال اخت، يا الغريبه. تقول انا رايح العباس حاجي وسالف لمصايبنا وبكي، اي وسالف لمصايبنا، يا وبكي. تقل لي: يا عباس ما انت اللي جبتني. طلعها طلعها من صميم قلبك لأجل العقيلة زينب، هاي الآه لما تصرخ آه خلها تطلع من صميم قلبك لأجل زينب. أويلي يا ويلي يا ويلي يا 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 يا
وهي قالت لمن تلي يا عباس من تلي جبيتني وبيدك يا اخويا ركبتني السرح حييت عني وعفيتني وبعدك بن امي يا ولدني وبعدك بن امي يا ولدني. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال أمست اليوم واليتامى عليها يا لقومي تصدق الأنذال. يا الله بهذه الدموع المالحة التي سكبت على محبة الحسين والعقيل زينب نتوجه إلى الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أين المضطر الذي يجاب إذا دعاه يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المهدي المنتظر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اللهم إنا نقسم عليك ببقيتك الأعظم صاحب العصر والزمان وبآبائه الطيبين الطاهرين. اللهم عجل لوليك الفرج سهل له المخرج اجعلنا اللهم من أنصاره وأودائه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه وشرفنا بلقائه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم احفظ وسدد وأيد حماة الدين. اللهم ومن أرادنا بسوء فأرده ومن كادنا فكده واجعلنا من أحسن عبيدك نصيبا عندك. اللهم إنا هذا دعاء الإمام الصادق سلام الله عليه. اللهم إنا نحب عمل محمد وآل محمد فأشركنا في عملهم. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم إنا نتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقيما إلا شفيته لا سيما المنظورين ولا أسيرا إلا فككته
لا سيما أسرانا ومعتقلين. اللهم إخواني الحاضرين والمؤسسين، أخواتي المستمعات، من أوصاني بالدعاء، تقبل اللهم أعمالهم، اقض حوائجهم، يسر أمورهم، وفقهم لما تحب وترضى. وإلى أرواح موتاهم وموتى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما إلى أرواح العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.